زكريا. زكريا، زكريا من؟ يحيى. سنة كم تقرأ؟ خامس. في مدرسة هنا؟ آه. وانت؟ اسمي عثمان. عثمان من؟ عثمان سليمان. آه. شو اسمها المنطقة هذه؟ منطقة ربيانة يقولوا عظمة، كذابين يقولوا في مرتزقة. وين المرتزقة قاعدين؟ انت دورت كل منطقة شفت بالله مرتزقة واحد. ما شفت الا اخوتنا ما شاء الله عليك. سنة كم تقرأ انت؟ سنة سادس. وانت شو اسمك؟ محمد. محمد من؟ احمد. سنة كم تقرأ؟ خامس. خامس. كم عندك مدرس؟ مدرس. مدرس واحد بس؟ مدرس واحد. لا ما فيش مدرسين. مدرسين بكره قاعدين عبد بس. كم المدرسة كلها كم فيها؟ قارين صف التاسع يقرونا. شنو؟ ما فيش مدرسين هنا. ثلاثة مدرسين وعبلات، حتى مش عبلات كاملة، نص نص قرين ثانوية ونص جامعة وكله مش كاملة. ماشي، يحفظكم الله إن شاء الله. شكرا. السلام. مدرسة في مدرسة؟ مدرسة في مدرسة. شنو وضع التعليم هنا منطقة ربيان؟ يعني بالضبط. الصوت شوية. يعني كم في مدرسة معك؟ في معايا مدرسات قريب ستة ولا سبع مدرسات. وما اللي موجود منهم تو؟ تو بس أنا جديدة السنة بس. عندنا نقص في المدرسين وفي المدرسات. شنو وضع الصحة في المدينة؟ طبعا ما فيش مستشفى و... في يعني مستوصف، لا في دكاترة ولا أدوية ولا أدوية لا شيء، مستوصف بس على الاسم، لا في دكاترة لا في مؤمنين لا أدوية لا صيدلية لا دكتور واحد، هو يقولوا دكتور نسائي بس عام، هو يشتغل عام. بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. مرحبا. كيف حالك؟ كيف حالك؟ سلمونا. الحمد لله. عارفوا بيك؟ انا لفوز الشناش اللي فوزي اكثر شيء محتاجينه في فربيانا. شنو تفضلوا؟ قصدي اكثر شيء ناقصكم هنا شنو؟ لا ناقصين وجدات، هجد وجدات، ما عندنا زي، لا عندنا مدرسة، لا عندنا شيء. تو انت مش شايف وضع كيف بلاتنا بالنسبة لي؟ الوضع الطبي الوضع الطبي نقصات، اي حاجة نقصات. يعني تحتاج المدينة واجد. مجنى حاجة وجدات تو بلا تشوفنا، لا مسكن، لا فيها زي، لا فيها يعني لا فيها مية، لا صرف ساهي. وضع شوف انت وضع كيف. شنو اسمك؟ علي. ها؟ علي. علي كم عمرك؟ كم عمرك؟ كم؟ سبعة. سبعة. وانت كم عمرك؟ شنو اسمك؟ احمد. كم عمرك احمد؟ كم عمرك؟ ثمانية. ثمانية. ربي يحفظك. تو اولادي برايو ما تقتلوني، ماشي من هنا ما درت مدرسة، عشان مدرسة ماشي من كفرة وقتلوا بالصاروخ. قتلوا اولادي. ولادي بكر على فوز الشناش اللي عمره 18 سنة. تو عشان هذا ماشي معاكم يشوفوا الوضع بتاع شنو. قلت له بالصاروخ. وي صغير ماشي مدرسة قلت له بالصاروخ. إن شاء الله خير. بارك الله فيك. شكرا. شكرا يا سي. الله أكبر الله أكبر.
صباح الخير، صباح الخير، صباحك مبروك ان شاء الله، صباح حالك طيبه. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك، الحمد لله، ربي يبارك، الحمد لله، الحمد لله، الله يبارك، الله اكبر، الله يبارك، الله اكبر، الله يذكر هذا. صوت شويه بس اعلى شويه. بدو سكان ربيانه. شو بدك تحكي لي على ربيانه؟ انا ربيانه انا حتى بس انا حتى ولا ذكر حباي ولا مازيا ولا حليب ولا كل ما عنديش. كم عندك عيل؟ عيل بناي ولادة بناي وقصابة 8. بيت هنا فردك. ربي يحفظهم إن شاء الله. إن شاء الله. What are you?
معاك. اهلا اهلا اهلا، كيف حالك؟ طيب الله يبارك فيك، كيف حالك؟ الله يسلمك، مرحبا، كيف الحال؟ كيلو 1300 كيلو، وعشان الناس مساكين قبيلتين دايرين مشاكل بعضهم ومقاتلين بعضهم، وانتم صبيتوا معنا وقلتوا المشكله هذه، بارك الله فيكم وجدتونا هنا في البيانة. احنا قاعدين طبعا من الناس مساكين قاعدين من منطقه من البيانة، يعني ناس لا شيء عندنا، يعني حتى الواحد ممكن واحد يتعشى بتمر ميه قاعدين. فذلك نحن الحمد لله وشكر نحمد الثوره 17 فبراير ومجيده وتوره مستمره وتوره سمحه ما شاء الله عليه، بارك الله فيكم يعني. ونحن علامه لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا اهم حاجه، طريق مستقيم حتى واحد بعد في يموت في الله سبحانه وتعالى، قبل الله قبل الله سبحانه وتعالى في يوم القيامه انت في طريق مستقيم. فلذلك نحن نشكركم شكرا جزيلا، شكر مليون شكر، يعني مش شكر واحد ولا اثنين، نحن نايدوكم في هذه الجيه وطفت هذه المشكله، بارك الله فيكم وربي يجزيكم بالخير وجعل ربي يدخلكم الجنه. ونحن طبعا عندنا ظروف صعبه، نحكي لكم باذن الله ان شاء الله. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، الحمد لله الذي انعم علينا بنعمه الاسلام فجمعنا بعد ان كنا متفرقين متشرذمين، امتن علينا بتلك النعمه وامرنا بالوحده والائتلاف والاعتصام. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة الإسلام هي التي جمعتنا، وهي التي ينبغي أن نتحد عليها ونتمسك بها، لأنها لا تفرق بين عربي ولا أعجمي، بين أسمر ولا أبيض، لا فرق إلا بالتقوى. الله أكبر. لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. كلكم لآدم، وآدم من تراب، كلنا نحن من تراب، كلنا أبونا واحد وأمنا واحد. الحمد لله نحن أخوانكم، جئنا لا لننصر فريق على فريق، فكلنا مسلمين، بل لننصر الحق ونقف على الحق ونسمع من الجميع، لأن الحكم ينبغي أن يسمع من الجميع ومن الطرفين، لا أن يسمع من طرف واحد. لا ننتصر لعرق نحن، ربما الأسمر تبوي اللي عيش في ربيانة عندي أفضل من 100 واحد أبيض عربي، حتى ولد أخويا ولا ولد عمي. الله أكبر. لأن الله أمرني بذلك، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الجماعة زي ما قلنا الخلايا صح، طبعا طبعا هذا شيء
شيء مش سهل يعني، شهادة حيث عند الله عند الله رسول يعني، شهادة ما شهادة زور ما تقدر تقولها. نحن كلام هذا مرة ما صار ولا صار ولا أمر صار ولا يقدر يصير في المنطقة هذه نحن قاعدين يعني. ولا شديد ولا نحن الموت قبل كل شيء يعني، فهمت ولا لا؟ هذا كلام، هذا كلام دعايات تكون بتبين علينا لا شيء بإذن الله يعني. وتبوا الكلام هذا زي ما قال هذا يجيبون مسحب او قاعدين قدام الجمع. بارك الله فيك. الخبر هذا ما صار. ما صارش ابدا. نهائي. ابدا. ما جابش قوات. تقسم على هذا الكلام يقول اقسم بالله العلي العظيم ان هذا ما حدث. شهاده. شهاده. اقسم بالله، اقسم بالله ما صارت كلام هذا ولا جاي. الله اكبر 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 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أخوتنا تبوا نكلم فيك باسم قوات درع ليبيا، قوات الثوار. نحن قوات درع ليبيا تكونت في 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 الشمال في مدينة بنغازي بالتحديد يعني، وتضم مختلف طوائف الثوار ومختلف كتائبهم. وشغلنا تأمين وحماية ليبيا، يعني شغلنا باين من الأسم متاعنا قوات درع ليبيا. اي تدخل اي شيء في ليبيا باذن الله نحن له بالمرصاد، وان شاء الله ربي يقدرنا. وانتم معنا ايضا. سمعنا ان صارت مشكله في كفره بين زويه وبين تبو، سمعنا اشاعات تناقلوها الناس وتقرات الاخبار والاذاعات، سمعنا الكلام هذا كله. لكن نحن يضبطنا شرع. نحن نطبقه في شرع الله سبحانه وتعالى. ونحن يعني حبينا نجي نتاكدوا بروحنا، بنشوف الكلام هذا وشفنا في الكفره واجتماعنا بمشايخ تبو في الكفره واجتماعنا بمشايخ زويه. وجيناكم توا هنا في ريبيانا وشفنا. نكلم فيكم يعني قوات درع ليبيا قوات عسكريه. بالنسبه للجانب المدني الشيء اللي صار عندكم في ريبيانا والتهميش اللي ساير والمشاكل اللي سايرات صوروه الاخوه وان شاء الله ينقلون للناس المسؤولين في الشمال غادي والمجلس الانتقالي ويوصلون غادي. لكن نحكي علينا نحن كقوات درع ليبيا، نحن الجانب العسكري جانب الامن والحمايه. اهم شيء حمايه. هذا اللي جينا عليه، جينا بفضل الله سبحانه وتعالى، مكن الله سبحانه وتعالى وحلينا النزاع في الكبرى، وما زلنا بدينا في شغل، ما زلنا ما بدينا يعني، دوبنا ها اول خطوات خذينان وما زلنا ما تفعلش. لكن اللي نحكي عليها ان الله سبحانه وتعالى قال: واذ فئتين من المسلمين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فاذ بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي. نحن ندوروا في الفئه الباغيه سواء كانت من زويه او كانت من تبو، باذن الله نضربه باليد من حديد. نحن ما يهمنا اي واحد، نحن ضمن رايه لا اله الا الله. نحن معاك. لكن الفرقه الباغيه اللي تسفك في دم حرام، دم المسلمين حرام من اي جهه تكون، نحن حنضربه بيد من حديد ومش حنحترمه حد، حنطبقه في شرع الله. الله اكبر. اذا الله اكبر. اكبر. اراه يا جماعه معنا قوه من فضل الله سبحانه وتعالى، حررنا بها البلاد وقوات الثوار تعدت 20,000 مقاتل. معنا اسلحه بمختلف طوائفها يعني. الكلام ماذا نقوله من باب التعريف، ان لو اي واحد يبي يجره يبي يسفك دم حرام ولا بيخالف الشرع راهو يا جماعة بنضربه باليد من حديد. ربي ينصركم. آمين. الفضل النزاع بين القبيلتين اللي سيرت. السلاح اللي بنقول للعقار والأعيان المنطقة. إن لو في سلاحنا الشيء هذا قلناه في الكفرة. لكن البيان هذه منطقة حدودية. في الكفرة غادي إن أي واحد عنده بندقة عنده سلاح يا يحطه في بيته يا قداسه في سيارته. ما يطلع به علني. خصوصا في الأماكن العامة الطرق الرئيسية، الأسواق، المدارس، ما يطلع سلاح. القوات درع ليبيا باذن الله تامنت الحمايه في الكفره وقاعدين على جزر الدوران وعلى المفارق وفي الطرق قاعدين، وحنبدوا في لم سلاح راهو اي بندقه ما تتبع كتيبه ما تتبع ما عندها ترخيص من كتيبه راح نشيلوها. سياره ما فيهاش اجراءات راح نشيلوها، تقعد عندنا في الحجز اللي عندي يجيب صاحبها واوراق تثبت لنا بسمه. المشاكل اللي يصير راهو اي واحد يتعدى واقفين بالمرصاد، حنا نمسكوا سيارات نمسكوا سلاح الا اذا كان جاب ورقه ان السياره هذه باسمه يشيلها. كان سلاح اللي مسكناه جاء يتبع كتيبه وجاء امر كتيبه وجاء برقه، قال هذه بندقه لنا وهذه بندقه الكتيبه، نقول شيلها وخليها في معسكر جوا ما تطلع. تامين امن وحمايه، نبوا المظاهر المسلحه تختفي من البلاد، تحاول الحياه الطبيعيه، يفتح المحلات، يفتح المدارس، يفتح الاسواق، الناس تمشي وتجي على بعضها.
بالنسبة للقتال اللي صار بين زوية وبين تبو، تقاتلوا في بعضهم. هذين قبيلتين من يوم يومهم يتعاركوا، كل بعد عامين ثلاثة تصير مشكلة وتفض. من 77 ديما يصير المشاكل ويمشي ويحزن، يجيو شيوخ من هنا ويجيو شيوخ من هنا، عقال يقمز مع بعضهم ويحلوها. وهذه مش غريبة عليهم، لأن اللي عرفناه في 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 تبو بالذات، عرفنا فيكم التسامح، وعرفنا فيكم حسن الجوار، وعرفنا فيكم كرم الضيافة. والشيء هذا شفناه بأم عيوننا من أمس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. نحن عارفين أن منطقة ربيانة هذه محاصرة من كم يوم، إغاثة ما فيش، تموين ما فيش، لكن أمس يعني أكرمونا بطعام، يعني ممكن ما عندهمش بيوت، مش عارف لموه من بعضهم والله. أنا عارف الشيء هذا، عارف أن التموين ناقص في الكفرة، الوقود، البنزين، كل شيء ناقص. وبهذا كله الناس ربيانة استقبلونا بترحيب حار واستقبال كويس، ويني واكرمونا وضيفونا في بيوتهم. وشفنا شيء نحن برمنا في ربيانة، وشفنا كل شيء على ارض الواقع. حنديروا تقريرنا ونديروا اوراقنا بالشيء اللي شفناه في ربيانة. نحن ما نبغى نتبلوا، ما نبغى نكذبوا، حنوصلوا كل شيء باللي شفناه. لكن اللي نبيها من مشايخنا ومن عقالنا انه يوصلوا الشباب المظاهر المسلحه هذين، نبون يختفن شويه. نحن ان شاء الله هالمشاكل هذين حنحزون، واي واحد طالع بيدير مشكله، يبي يضرب تباوي ولا بيضرب زوي، نحن نصدوه بالمرصاد، نحن اللي نمسكه. وان شاء الله ربي يوفقنا، ونسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، اتفقنا من بعده تفرقا محسوما، ولا يجعل منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار. برحمتك يا عزيز يا غفار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تكبير. الله اكبر.